Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler de ce qui reste en fait de unité d'eau et qui parle de la lettre formelle, comment écrire une lettre formelle. Donc aujourd'hui nous trouvons ici qu'il y a comment écrire ou comment rédiger une lettre de motivation. بصراحة موضوع لتر دو موتيفاسيون هو موضوع عميق شوي. أنا بقترح إنه نتركه لمحاضرة خاصة في لتر دو موتيفاسيون، لأن راح أطلب منكم وقت تعملوا لتر دو موتيفاسيون موتيفيشن لتر لحتى تقدم لوظيفة أو بور بوستولي سون دوسي بور افوار اون بورس، لحتى تقدم لمنحة أو لأي شغلة بدك تعملها. مطلوب دائما، اون تو دومون سوفون اون لتر دو موتيفاسيون، دائما نطلب منك رسالة موتيفيشن لتر. فأنا بقترح إنه هذه نتركها لمرحلة أو يعني محاضرة خاصة فقط في اللتر دو موتيفاسيون، تمام؟ موتيفيشن لتر، تمام؟ أوكي، ما بدي أحكي عنها الآن لأنه صراحة يعني بدناش نضيع الوقت فيها معنا ثلث ساعة، أوكي؟ فخلوها هاي نعملها، ويا ريت تتذكروني فيها لو أنا نسيت إنه أنا أعطيكم درس عليها اللتر دو موتيفاسيون، داكور؟ أوكي. ألو، نترك الموضوع هذا اللي هنا، أوكي؟ ونترك النقاط هاي. اوكي، على بعد اللي تخدم موتيفاسيون بيحكي لك فينا اكزرسيس عادي، مش عن اللي تخدم موتيفاسيون، اكزرسيس عن اللي تخدم فورمال اون جينيرال، تمام؟ لو تون اي لو ستيل فورمال، كومبليتي سيت لتر افيك لي مو اي اكسبريسيون سويفون. طبعا كمل هذه الرساله بالكلمات والاكسبريشنز الموجوده هنا، تمام؟ تخي بروشانمون d'agréer proposition le directeur distingué mes remerciements de bons différents. تمام، فمطلوب منك ايه يا جماعه؟ مطلوب منك تعبي الكلمات المناسبه، يعني تدريب، يعني انا بقترح عليك انك تقرا التمرين هذا، تقرا الرساله هاي وتعبي الكلمات هاي الموجوده، تمام؟ اوكي، تعالوا نشوف اللي هو اكتيفيتي 3. بيجي بيحكي لنا غو constituer une lettre formelle avec les expressions suivantes en ajoutant les éléments manquants. يعني معطيني عناصر هنا، شوية عناصر، وبحكي لك ايه يا عمي تعال اعمل رسالة بالعناصر هاي. L'expression de mes sentiments distingués, la machine à laver commandée le mois dernier ne m'a pas encore été livrée. الغسالة اللي انا طلبتها الشهر الماضي لم تصلني بعد، او لم يعني لم تصلني، ما اتي ليفغي يعني ما سلموني اياها، يعني ما وصلتني البريد كبريد يعني، تمام؟ ليفغي جاي من ليفغيزون، ليفغيزون معناها توصيل يعني ديليفري، تمام؟ مدام كلودين بييرلو، جو فو دوموند اون كونسيكونس، واطلب منكم كنتيجه، جي لو ريغري دو فو انفورمي كو انا يعني باسف او بندم يعني اني بعلمكم انني او انه مسيو سيدي كوم سويت ان اونتروتيان تيليفونيك، بناء على اللي هي طبعا ايه، بناء على اللي مقابلتنا التليفونيه، توم اكسبيدي دون لي ميور ديلي، انكم راح ترسلوا لي اياها في اقرب وقت، بوي اغري مسيو اتسيترا، تمام يا جماعه؟ الان في عندي هان شويه عناصر ملخبطه، على سبيل المثال هذه بوي اغري مسيو ليكسبرسيون دو مي سونتيمون ديستانغي، في عندي شغلات مقسومه نصين يعني، او مش يعني من هنا ومن هنا بجمعها، وحتلاقوا عنوان الموضوع موجود، ايه عنوان الموضوع. فلكن هذه يعني هاي نقاط منها ابدا اعمل رساله تمرين لإلك، مش هذا اللي انا طالبه منك واجب، انا راح اطلب منك واجب ثاني، بس هذا انت اعمله تمرين لإلك، ويا ريت كمان تورجيني تصوره وترفعه الان او ترسل لي اياه الان. الفورمول دو بوليتيس موجود، الفورمول دابل موجود، السوجي موجود، الموضوع موجود، ولكن بحكي لك انه في عندك اليمون مونكون، عناصر مفقوده اللي هي الكوردوني اللي هي بيانات الاتصال، تمام؟ ريفيرونس دو كوريي، اليو ايدات، عبيهم من عندك، يعني هدول الشغلات 1 2 3 4 عبيهم من عندك، بينما خذ البيانات تاعي واعمل رساله اشتغل عليها، تمام؟ اوكي. اكتيفيتي 4 طبعا بيجي بحكي لك هنا étudier les lettres présentées ci-dessous et répondez pour chacune d'entre elles aux questions suivantes. في عندك كم رساله، رساله او اثنتين او ثلاثه تقريبا تحت مذاكرهم، بحكي لك انه هاي الرسائل كامله، لكن ايه يا جماعه
في عنا شوية أسئلة، الأسئلة هي بدنا نشوفهم على كل رسالة، تمام؟ أوكي. الآن كوغافيلو كونتكست، عن شو الكونتكست طبعاً؟ شو بوضحنا الكونتكست؟ وإيش الدات؟ شو هو تاريخ؟ اليو اللي هو المكان، سينياتير إي ديستيناتير. من كل نص جاوب لي على هدول الشغلات، وين الدات؟ وين اليو؟ وين المكان؟ وين التوقيع؟ وين الشخص اللي هو إيه المرسل إليه؟ تمام؟ أوكي. كل تيب دو غولاسيون لا ليتر مانيفيستيل اونتر لي دوز انترلوكتور، شو نوع العلاقة اللي موجودة في كل رسالة ما بين الشخص المرسل والمرسل إليه؟ أوكي. الآن كل تيب دو غولاسيون لا ليتر مانيفيستيل اونتر لي دوز انترلوكتور، شو هي نوع العلاقة الموجودة بين الاثنين، يعني الشخص المرسل والمرسل إليه؟ اون كوا لو لونجاج، طبعا فوكابيولير سينتاكس ايتي سبيسيفيك اسو تيب ديشانج، شو هو طبعا بدك تشوف ليش في عندي هنا يعني شويه خاص، يعني ما اترككم من هذا السؤال ما بيلزم كثير. كلي لوبجيكتيف دو لا ليتر، هذا اهم سؤال، هو اول واحد واخر واحد اهم سؤالين، تمام؟ شو هي البيانات الموجوده في التكست وشو هو الموضوع بتاع الرساله او هدف الرساله، مش الاوبجي لوبجيكتيف، تمام؟ اوكي، هاي الرساله الاولى وهاي الرساله الثانيه، تمام؟ اوكي، وهي الرسالة الثالثة نفس الشيء. فبدك تجاوب على الأسئلة تبعت الرسالة الأولى والرسالة الثانية والرسالة الثالثة، تمام؟ أوكي. ياريت يعني تحلوهم، يعني موضوع مش كتير يعني صعب عليكم، ياريت تحلوهم اللي هو التمرين الأول والثاني والثالث، تمام؟ وبعد ذلك التاسك اللي كيساس خانوتي لاتاش كيساس خانوتي اللي هي طبعا المهمة اللي راح يكون عليها علامات مثل المهمة الأولى، إنه أنا راح أطلب منكم من هنا من حد أكتيفيتي 5 إنه غيريجي إن ليتر فيرميل. هاي السوجي الأول، اختار في عنا عدة سوجي، هاي عنا السوجي هاد رقم واحد، وعنا بتهيألي السوجي اثنين، عنا سوجي ثلاثة، وعنا إيه سوجي أربعة، تمام؟ عندي 4 سوجي، جي 4 سوجي. Donc les quatre sujets, vous devez choisir un sujet et écrire une lettre, d'accord, en répondant à ce sujet. يعني لازم تختار واحد من الأربع مواضيع الموجودة من هنا وتحت وتكتب عليه رسالة، وهذه هي راح تكون الواجب المطلوب منكم وعليه علامة، تمام؟ أوكي. الآن الموضوع الأول، vous travaillez dans une entreprise spécialisée dans la vente d'œuvres qui participera prochainement à un salon d'antiquaire. يعني انت بتشتغل في مؤسسه او في شركه مؤسسه مخصصه في بيع اللي هي الادوات الفن، والتي سوف تشارك بدورها قريبا في صالون انتيكير اللي هو محل التحف، تمام؟ اوكي. Rédigez la lettre d'invitation officielle qui vous enverrez à vos clients. بدك تكتب رساله بتاع دعوه رسميه واللي راح ترسلوها لايش؟ للزبائن بتبعونكم. Dans ce courrier, في هذا البريد, vous devrez également demander au destinataire de confirmer ou non leur présence. إنه مطلوب منكم أيضا إنكم تطلبوا من الأشخاص اللي ترسلوا إلهم إنهم يأكدوا أو لا اللي هو الحضور بتاعهم. Adaptez votre style ou caractère formel de ce courrier. لازم يكون الشكل رسمي. فبالتالي بدنا نحترم جميع الإجراءات اللي إحنا أخذناها فوق. بدنا نشوف السوجي دو. دوزيام سوجي، vous êtes responsable des ressources humaines, human resources، انت المسؤول عنها، dans une entreprise، في مؤسسة ما، تمام؟ d'import export، يعني في شركة بتاعت importation و exportation. vous avez reçu une candidature spontanée. qu'est-ce que ça veut dire candidature spontanée؟ هلا انت لما تعمل اعلان عن وظيفة واللي بيقدموا لك اللي بيقدم لك السيفي والدوسية بتاعته، هذا بيسموه candidature، ترشيح. لكن كانديداتور سبونتاني زي اللي بروح بدور على الشغل، بيروح بيعمل دوسيه، بيعمل سي في، بصير يرميها في المطاعم، فهذه احنا بنسميه كانديداتور سبونتاني اون فيت سانز اوفر دومبلوا، بدون عرض عمل او بدون طلب وظيفه، فهذا يعني بدون ما عنده صاحب الشغل يكون طالب وظيفه، بيجوا الناس بيرموا عنده كانديداتور سبونتاني، فهذا احنا بنسميه كانديداتور سبونتاني يعني عفويه. كي نا با روتوني فوتر اتونسيون، والتي لم يعني تجذب اهتمامكم او انتم مش محتاجين. غيديجي ان ليتر بوغ انونسي او كانيدا كي نا با ايتي روتوني، بدك تكتب رساله تعلم فيها الشخص المرشح بانه طبعا مش مطلوب، اوكي، او ما بيلزم. ثوازيام سوجي، فير اون ريكلاماسيون، بدك تعمل اعتراض. فوزافي كوموندي ان ارتيكل سور ان كاتالوج دو فونت بار كورسبوندونس،
طلبت منتج ما اللي هو موجود على الكتالوج بتاع المبيعات عن طريق المراسلة. اور ولكن la facture reçue ne correspond pas au prix annoncé sur le catalogue. يعني الرسالة الوصل الفاكتور اللي هي الوصل لما تشتري شغلة بيعطيك الفاكتور طبعا الوصل بتاعها تمام سند الشراء يعني اللي انت بتاخذ الوصل لما تطلع من المترو. الرسالة اللي تم تلقيها لا تتطابق لا يتطابق سعرها مع المنتج الموجود على الكتالوج. اكري بيان كوريي او سيرفيس كوميرسيال تكتب رسالة او بريد الى الخدمات التجارية بور فير اون ريكلاماسيون على انك تعمل ايش اعتراض. هذا التخوازيم سوجي. نشوف كاتخيم سوجي يا جماعة. كاتخيم سوجي غفيوزي و غفيوزي اي سيكسيكيوزي ترفض وتعتذر. اسمحوا لي دقيقة واحدة بس. اوكي. Donc refuser et s'excuser. Mais docteur, faut doit t'attendre. Vous êtes responsable d'une agence de voyage. Inta mas'oul fi le travel agency. Tamam. Vous avez reçu la lettre de réclamation ci-dessous. Inta استقبلت أو وصلك هذه الرسالة الاعتراض الموجودة بالأسفل. Après vous êtes renseigné auprès de votre correspondant sur place. Correspondant sur place. وبعدها طبعا استفهمت او يعني اخذت معلومات اكثر من الشخص المراسل لك اللي بيرسل لك تمام على ارض الواقع. سوغ بلاس يعني في الحال يعني تمام او سوغ بلاس في المكان نفسه تمام يعني بامكانك تكون اتصلت فيه بيكون يعني في الحال او سوغ بلاس يكون قلت له تعال واجا يعني او انت رحت له تمام. اوكي. Il paraît que le séjour de ce client se déroule conformément aux prestations décrites dans votre offre. تمام يعني على ما يبدو ان الاقامه بتاعت هذا الزبون تمت طبقا للي هي الاجراءات وطبقا للبروتوكولات اللي هي موصوفه في العرض بتاعه. Vous lui écrivez donc pour refuser sa réclamation et justifier votre position. انت بتكتب له لحتى ان انت بين له ان انت رافض للاعتراض بتاعه وبتبرر اللي هو الموقف بتاعه. طيب هنا يا جماعه شو المطلوب؟ مطلوب الرساله هاي انت الان بتشتغل في ايش؟ مسؤول في ترافل ايجنت تمام؟ في ترافل ايجنسي اسف. فالان هذا الشخص اللي هو اسمه ايه؟ هذا الشخص اللي هو اسمه ميشيل باري تمام؟ راح بعت لك الرساله هاي، طبعا انت مطلوب منك تقرا الرساله هاي كلمه كلمه وتفهمها، اوكي؟ وبدك ترد عليه انه يعني بكل شيء بالعكس، تمام؟ فمانتون تو يا كاتخو سوجي، تو دوا شوازيغ ان سوجي اي mettre la réponse sur le module. Je vais mettre une tâche maintenant pour que vous puissiez mettre la réponse sur le module. D'accord? Ok. Ok, il y a les quatre sujets parce qu'on a encore de temps. طبعا هذول الثلاث رسائل اللي قبل الكاتر سوجي مطلوب منك تحلهم بشكل عام وترسل لي اياهم لان لحتى اني اشوف انه انت يعني نشيط وشغال. ترسل لي اياهم على التليجرام هذول اللي فوق لو اكتيفيتي 4 ترسل لي على التليجرام. حلول الاكتيفيتي 4 ترسل ليها على التليجرام. لو ما بدك تحل الثلاث رسائل بتاعت الاكتيفيتي 4 حل يعني جوست ان لتر. حل لي الاكتيفيتي 4 تو بو ريبوندغ سولمون ا ان سوجي. بامكانك ترد على سوجي واحد تمام من هذول تبعون اللي هاي هذول السؤال الاول والاخير من لتر 1 2 3 اللي هي ثلاث رسائل. بامكانك تحل السؤالين هذول على رساله من الثلاث رسائل ترسل لي على التليجرام. رساله واحده تكفي تمام هذا على التليجرام. لكن اللي كاتخ سوجي توتومبا اللي اربع مواضيع اللي تحت لازم تختار سوجي تدوا شوازيغ سوجي داكور يكخيغ ان لتر وانك تكتب رساله. طيب هنا يعني بحكي لك انه بصراحه يعني في عندي اكتيفيتي بدي يعني برضه حله يعني عشان تاخذ شويه معلومات اكثر. هنا في عندي اكسبريسيون بدك تشوف هذا الاكسبريسيون هل هو لائق او يليق او يعني مناسب للتخ اميكال ولا لتخ فورمال. نوبلي با دو مكخير. هلا انت بتحكي لصاحبك نوبلي با دو مكخير ولا نوبلي با دو مكخير، هل هي اميكال ولا لتخ فورمال؟
انت شوف المناسب. En espérant que ce courrier retiendra votre attention. نتمنى انه هذا البريد طبعا يحظى باهتمامكم. فهل هي لتخ اميكال ولا لتخ فورمال؟ Je vous prie d'agréer, madame, l'expression de mes respectueux hommages. Chère madame, sincère salutation, bien cordialement, هل تحكيها في ديروا بالكم في شغلات بتنفع اميكال وفي بتنفع فورمال زي بيان كورديالمون تمام؟ اوكي. Vous voyez croire l'expression de mes sentiments les meilleurs. Salut, ما شاء الله واحد فيكم يجي يحكي لي هذه الليتر فورمال يا ريت. طيب جو فوز امبراس حلو والله تكتب للمدير تاعك تحكي له جو فوز امبراس ما بينفع يا حبيبي جو فوز امبراس معروفه لمين جو بونس اتوا والله حلو يعني بتحكي للدكتور بتاعك ولا واحدة تحكي للاستاذ بتاعها والله جو بونس بيان اتوا يعني بفكر كثير منيح فيك اوكي والله حلو طيب فلا بدك تشوف اللي هي ليتر فورمال ولا ليتر اميكال جيسبر كو فوز الي بيان بدك تشوف لمين ميرسي بور سو ميرفيو سيجور توت افو Amicalement, cher Alfred, amitié, cher collègue, affectueusement, Madame la directrice, dans l'attente de votre réponse, je reste à votre disposition pour tout renseignement, complémentaire. طبعا كل هذه الأمور تمرين هذا سهل يعني صراحة اللي بيحل التمرين راح يكون عليه حل سهل اللي هو حل السوجي اللي في الآخر اللي ما بيحل التمرين هذول راح يتغلب شوية يا جماعة تمام؟ أوكي هلا هذا مش كتير مهم يعني بامكانك تعمل نشاط شخصي انه ايج ايتي سوفيزامون كورتوا هل انا كنت بشكل كافي مهذب ايج كري دي فراز ترو لونغ هل انا كتبت رسائل طويله ولا قصيره تمام مي فراز سونتيل سامبل هل هي بسيطه سونتيل توت كومبرينسيف هل هي فعلا كلها مفهومه فبالتالي هنا في عندي اسئله اذا انت شفتها يعني تدريب يعني هذول لك يعني بصراحه مو لإلي بضل في عندي بس فقط من الوحده الثانيه اللي هي اللي تخدم موتيفاسيون ان شاء الله راح اعمل لكم عليها درس لحالها اي ان شاء الله جوبي معغيتي سي راح اتوقف الى هنا اوكي اي اون سو تروف لا سيمين بروشين ميرسي بوكو يا تري 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 بيانتو ميرسي او فوار اي بون ويكند